السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله النيوميركال في شابتر 3، وخدنا اكزامبل المرة اللي فاتت على النيوتنز انتربوليتنج. المرة دي هناخد اكزامبل تاني، بس في المحاضرة التانية دي برضو عدنا قوانين تاني. ده الفورم بتاعت النيوتن انتربوليتنج قلناها قبل كده. هنا القيمة او القانون اللي بستخدمه عشان اعرف اجيب الكونستانتس اللي موجودة جوه البيهات دي، اللي موجودة جوه الفورم او السيريس الكبيرة. فالبي نوت بجيبها ب f of x 0 بتبقى جيفن عندي، شكرا. وبي 1 بتبقى f of x 1 وكوما x نوت. بي 1 وبي 2 وبي 3 كل ما يزيد معايا كل ما الاكسات اللي هنا بتزيد، تمام. بتبدا من الاكس اللي انا واقف عنده وابدا اعمل كوما 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 لحد ما اوصل للاكس نوت، تمام. بي 1 مثلا تبقى اكس 1 ونوت، بي 2 تبقى اكس 2 1 ونوت، تمام. الفكه بتاعت الفانكشن دي بتبقى f of x 1 ماينس النوت على ال 1 ناقص النوت، تمام. برجع للي قبليها، معنى كده ان انا برجع للشكل الفورمه بتاعت اللي قبليها. فالبي 1 هنا البي نوت اف اوف اكس 0 انا بحولها لنفس الشكل، نفس الشكل، تمام. لو بي 2 عندي هنا اكس 2 واكس 1 واكس نوت هيساوي ايه؟ هيساوي هرجع للشكل اللي قبليها، الشكل اللي قبليها بيبقى عامل زي اكس 1 واكس نوت. بدل ما هي تلاتات كده هعملها اتنينات، تمام. هاخد ال 2 مع ال 1 مره وال 1 مع ال 2 واخد ال 1 مع ال 2، تمام. فتبقى f of x2 comma x1 minus f of x1 x نوت، تمام. نفس الشكل اللي فوق، بس الفرق هنا 2 هنا 2 نو 2 1 وهنا ايه 1 ونوت، تمام. وتحت لما اجي اطرح هطرح الاول من الاخير، الاول هو x2 والاخير هو x نوت، تمام. هطرح ال x2 من ال x نوت، هفك الشكل ده هفكه ايه، معنى كده ان هرجع لل b1 اللي قبل كده، مش هرجع لها يعني هعملها بنفس ال b1، لا، الشكل ده هيتفك بنفس الفكه بتاعت البي 1. يعني دي في اف اوف اكس 2 1 هتبقى عامله ازاي؟ تبقى اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1 على 2 ناقص 1، تمام. وهنا الاف اوف اكس 1 و2 ونوت هتبقى نفس الفورمه اللي قبليها، تبقى اكس 1 اف اوف اكس 1 ناقص اف اوف اكس نوت على اكس 1 ماينس اكس نوت، تمام. والمقام ما غيرتوش زي ما هو، والماينس زي ما هي، بس الفكره ان انا فكيت الاف اوف اكس 2 1 دي للفورمه بتاعتها، تمام، زي ما احنا عملنا في بي 1 بالظبط. بس الفرق اختلاف الارقام، يعني الاكس 1 وال 2 هنا، وهنا نفس الكلام فكيتها نفس الفكه بتاعت البي 1 بالظبط ونزلتها تحت هنا، تمام. والماينس زي ما هي، والاكس 2 وال 1 والنوت اللي كانوا في المقام هنا زي ما هم، تمام، ما اختلفوش. هيبدا الشكل يكبر معايا كل ما ايه، كل ما البي نفسها تزيد، يعني 2 غير 3 غير 4 غير لحد ايه بي ان، تمام. ناخد اكزامبل صغير، تمام. اكزامبل تاني على الاكزامبل اللي احنا خدناه قبل كده. الاكزامبل ده بيقول first and second order polynomial to 3 points، مدينا 3 points x نود x2 x1 x نود x1 و x2، ومديني كمان x3. مش معنى x3 مع اني مش هستعملها عندي في المساله، هنعرف قدام ان الاكس 3 بستخدمها عشان اعرف اجيب الايرور، تمام. لو بصينا في القانون بتاع الايرور عامل هنا اول حاجه اكس ان بلس 1، تمام. فعشان اعرف اجيب الايرور انا بادئ يعني لما اشتغل في الفورم او الاكزام زي ما حلينا قبل كده ببدا من اكس ان، لكن عشان اعمل ايرور لازم اجيب اكس ان بلس 1. فهو بيديها لي جيفن في المساله وانا مش هستخدمها الا فين؟ الا لما اجيب لما استخدم القانون بتاع الايرور، تمام. نكمل للاخر ونشوف الاكس 3 وهي بنعوض بيها، تمام. الاكس نود مديها لي واحد، هنا مديها لي دايركت غير المساله اللي فاتت. هنا مدي لي الاكس نود على طول بتساوي واحد والفانكشن بتساوي 0، مدي لي الاكس 1 بتساوي 4 والفانكشن بتساوي 1.7 مش عارف ايه الكسر، تمام. وهنا مدي لي الاكس 2 بتساوي 6 والفانكشن بتاعتها بتساوي 1.7 مش عارف ايه الكسر، تمام. مدي لي الاكس 3 نفس الكلام ب 5 والفانكشن بتاعتها مش عارف كسر، ماشي. والكسر هنا مش كامل عشان بس الصوره مش جايبه الورقه كلها، بس ممكن الكسر يبان معانا ايه في الحل هنا، تمام. هو عاوز يعمل يستخدم الكلام ده كله عشان يعمل ايه؟ ايفالويت اللين 2 زي الاكزام اللي فات بالظبط، ماشي. بس الاختلاف ان احنا هنعمل اللي فات ده كان لينير، لينير يعني ايه؟ يعني 0 1 بس، يعني كان بي 0 بي نوت وبي 1 بس، لكن المره دي احنا هنجيب ايه؟ بي نوت وبي 1 وبي 2. هنشوف دلوقتي في التعويض، تمام. قبل ما اعوض في الفورم الكبيره بتاعتي لازم اجيب البي نود والبي 1 والبي 2 اللي انا هعوض بيها، صح. فالبي نود قلنا البي نود بتساوي اف اوف اكس نود، وطلع عندنا بكام الاف اوف اكس نود بكام؟ ب 0، تمام. فالتعويض هيبقى ب 0. البي 1 عندي بكام؟ اف اوف اكس 1 و2 ونود، اسف. الفكه بتاعتها تبقى اكس اف اوف اكس 1 ماينس اف اوف اكس نود على 1 ناقص نود، تمام. اكس 1 ناقص نود. التعويض الاف اوف اكس 1 بكام؟
1.76 مش عارف ايه، هاخد ال fraction ده كده واعوض بيه هنا. طيب ناقص f of x node، قلنا f of x node بكام؟ بزيرو، اعوض بزيرو. تمام، هنا x1 ناقص x node هيبقى كام؟ 4 minus 1، x1 ب 4 وال x node ب 1، بس عوض كله شغل تعويض. عندي الحاجه كلها جيفن، بحفظ القانون ازاي بيتعمل، اعوض بالقانون اطلع الناتج. تمام، بس لو عندي b2 هتبقى f of x x2 1 node. تمام، قلنا لما نيجي نفكها نفكها لايه؟ للشكل اللي قبليها، هتبقى f of x2 minus x1 f of x2 x1 ناقص f of x1 x node على الاول ناقص الاخير، x node ناقص الاكس x2 ناقص الاكس نود. تمام، عشان افك الاكس 2 x1 دي بعملها ايه؟ بعملها زي الفورم اللي قبليها بالظبط اللي احنا خدناها في البي 1، بيبقى f of x2 ناقص f of x1 على x2 ناقص x1. تمام، ناقص ادي ناقص ادي ناقص f of x1 x نود، هعمل نفس الفورم اللي عملتها هنا هعملها هنا، f of x1 ناقص f of x نود على x1 ناقص x نود. تمام، وفي الاخر المقام بتاعي هينزل زي ما هو، x2 ناقص x1. بعد التعويض شيلت انا الكلام ده كله على التعويض بارقام، طلع لي ايه؟ ماينس بوينت 0.051 8731. تمام، ده كده جبت ايه؟ جبت ال كونستانتس بتاعتي، القيم بتاعت البي 0 والبي 1 وايه؟ والبي 2. بمعنى لو شفنا اكزامبل من شكل تاني، كاني في الاكزامبل هنا جبت قيمه الاي وقيمه البي وقيمه السي وقيمه الدي. طبعا احنا شغالين في كوادراتيك او في تربيع، فهتبقى ايه وبي وسي. تمام، بس احنا بنكتب عندنا ايه؟ بي 0 بي 1 بي 2. تمام، نشوف نكمل زي ما قلنا. دلوقتي نكتب الفورم بتاعتها تبقى بي 0 بي 1 بي 2 صح. طبعا ده الفورم كلها على بعضها كده الجنرال فورم، التعويض عندها هيبقى بس لحد بي 2. تمام، ليه؟ لان احنا كوادراتيك الاوردر بتاعنا 2 في الاكزامبل بتاعنا هنا. فهنا اف 2 of x equal b node plus b1 x ناقص x node plus b2 f مضروبة قوسين x ناقص x node x ناقص x1. تمام، نعوض نشيل b node ونحط القيمة بتاعتها اللي هي 0، احنا طبعا b node ب 0 خلاص طيرناها ملهاش لازمة، يبقى نشتغل على b1 على طول. ال b1 طلع عندي 0.4 مش عارف كاس، مضروب في x minus x node، ال x node كان بواحد، كل شغل تعويض مش اكتر. هعوض برضو هنا، هشيل b2 واحط التعويض بتاعها، وهشيل ال x node وال x1 واحط التعويض بتاعها. بس بعد ما اعوض المفروض دي الايكويشن بتاعتي خلاص، وصلت للحل، لكن هو مديني هنا الاكس ب 2. تمام، فهجيب كده انا هحل الايكويشن نفسها واطلع الانسر رقم واحد بس. تمام، يعني هطلع الانسر على شكل رقم. تمام، فيبقى ات اكس ايكوال 2 فروم ايه؟ فروم لين 2، ال 2 اللي جوه اللين اللي هو بيقول لي اعمل لها اكسكيوشن، بيقول لي اعمل لها ايفالويت، ال 2 دي هي الاكس. تمام، فلين 2 تبقى تقريبا اعوض بالتعويض اللي فوق ده هينزل زي ما هو، الانسر اللي انا عملته فوق ده هينزل زي ما هو، ما عدا الاكس هشيلها واحط مكانها 2. تمام، والاكس هنا هشيلها واحط مكانها 2، ونفس الكلام برده في الاكس الثاني، بس الاكس هات هتتبدل واحط مكانها 2، هبدلها ب 2. تمام، بعد ما احلها هيطلع لي الانسر بتاعي هنا. ماشي، مش مهم الرقم، المهم ان احنا فاهمين ازاي ايه بنحلها. بعد كده نشوف الايرور، تو فايند ذا ايرور ار ان. وطبعا احنا حلينا دي قبل كده، بس الفرق ما بين قبل كده وهنا ان هنا ان قبل كده كان بي 1 وبي 0 بس، كان لينير ايكويشن، لكن المعادله هنا مش معادله خطيه او معادله من الدرجه الاولى، لا هنا معادله من الدرجه الثانيه، معادله كوادراتيك، معادله تربيعيه. تمام، فالانسر هنا يختلف عن الانسر اللي احنا طلعناه في الاكزامبل اللي احنا حليناه قبل كده. تمام، عاوز اجيب الايرور، تو فايند ايرور انا عندي هنا كام اكس، يعني لو شفنا القانون بتاع الايرور مش كاتبينه هنا، ماشي، القانون بتاع الايرور بيبقى عباره عن اف اوف اكس ان بلس 1، الان عندي كام؟ ب 2 صح؟ الان ب 2، فيبقى ان بلس 1 يعني 3 2 1 نود. تمام، لما اجي احل المفروض اشيل الان دي واحط مكانها 2. تمام، عشان تبقى هي الاثنين اللي فوق، بس عشان احنا ما كتبناهاش هنا. ماشي، مضروب في ايه؟ في الاقواس دي، الاقواس دي عباره عن اكس ماينس اكس نود مره نود مره واحد مره 2. تمام، بعد كده اجي التعويض بقى، طبعا عشان افك ده هنشوف الفكه بتاعته قويه قوي. الفكه بتاعته هعملها كده، اف اوف اكس هاخد الثلاثه مع الاثنين مره، بعد كده الاثنين مع الواحد مره، بعد كده الواحد مع الزيرو مره. تمام، واضربها في الاقواس بتاعتي زي ما هي، واقعد افك فكه كبيره قوي. بعد الفكه دي
اعوض بالارقام، يعني شيل التلاتة دي اف اكس تلاتة اعوض بيها موجودة عندي في المسألة، ونفس الكلام هنا واعوض بالقيم دي كلها، في الاخر يطلع لي الانسر ده. تمام، 6 بوينت مش عارف 2 9 1 4 2. تمام، ده الايرور. ممكن ان شاء الله يعني نحله تاني مع بعض لو في مشكلة ولا حاجة. ماشي، نقف لحد هنا. السلام عليكم.